ما حدا. استفاقت هذه الأم مكلومة، فقدت أبناءها الأربعة دفعة واحدة. رنيت عليهم ما حدا رد علي، نزلت على دوار الشهداء لقيتهم نقلينهم على المستشفى، جيت لقيتهم هنا كلهم مستشفيين. الأشقاء هزاع ورامي وأحمد وعلاء ورفيقاهم رزق الله ومحمد، شبان في ربيع العمر، تسامروا ليلا عند مدخل قريتهم، لكن سرعان ما قصفتهم مسيرة إسرائيلية وفرقتهم إلى الأبد. شباب مرمي على الأرض، إذا إشي مكتوع الرأس وإشي مفتفات وإشي، يعني منظر صحيح إنه بكش على البدن، يعني واحد ما عارف شو يسوي. فبين عبوي وقفة كمان عبوي. شهدت جنين ليلة حامية أشبه بليالي قطاع غزة، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وكمائن عدة قتل على إثرها مجندة إسرائيلية وجرح آخرون. الله أكبر. وقبيل الانسحاب ختم جيش الاحتلال الإسرائيلي المشهد بقصف عنيف، شيع الشبان الستة وأعلن الإضراب والحداد في جنين التي فقدت منذ 7 أكتوبر 80 شاباً بنيران جيش الاحتلال.